السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة جي ار ام تيوب. إن شاء الله النهاردة هنتكلم إزاي نحدث ريسيفر كروماكس اللي هو بتاع بعال اللي هو الميني الصغير. هنمرره سوفت، لأن طبعا لما بنجيبه جديد بتبقى فيه موجود الصورة ديت، فاحنا ازاي نعلي السوفت بتاعه؟ هو جايب سوفت 133، هنعمل له سوفت جديد، هنديله سوفت 249، وده كويس، سوفت كويس يعني. فان شاء الله النهاردة هنشوف ازاي نمرر له سوفت عن طريق الفلاشة. طبعا دي مجموعة صفرات لسه جايبها، كلها عايزة السوفت، لأن ساعة ما بيشتغل بتيجي الصورة اللي هي قدام حضراتكم. فهنمرر له السوفت وملف قنوات. هنشوف ازاي هنعمل السوفت وملف القنوات. هو السيفر كويس يا جماعة على فكرة، مش وحش يعني، السيفر كويس باتنين فلاشة، الريسيفر باتنين فلاشة، فلاشة هنا و فلاشة هنا. أنا بحب الريسيفر ده جدا، بسيط في استخدامه وأي حد ممكن يستخدمه، سهل يعني من الآخر، ورخيص وعليه سيرفر كويس لمدة سنة، و أي بي تي في لمدة شهر اللي هو بين سبورت الحاجات ديت. الريسيفر كويس، هوريكم ازاي نحدثه وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعة، طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الريسيفر اول ما بيركب، الريسيفر هنا اهو، انا موصل الفلاشة فيه. فكل اللي احنا هنشوفوه ازاي نديله سوفت اعلى زي 215، اي سوفت اعلى ايه من اللي هو جاي بيه اللي هو 133. فنخرج بقى من القايمة دي، بصوا دلوقتي السوفت 133، فانا هوريكم دلوقتي ازاي نديله سوفت جديد واحدث وافضل من دوت طبعا. فتابعوا معايا. اول حاجة زي ما قلت لحضراتكم هنوصل الفلاشة، هنوصل الفلاشة بالريسيفر يكون عليها السوفت، وان شاء الله هسيب لكم رابط السوفت تحت في صندوق الوصف في الفيديو، تحت الفيديو. هندخل على تحكم بالكورس، قائمة الكورس، هنلاقي السوفت هنا، شوف انت حاطه فين على الفلاشة. انا عندي مجموعة سوفتات، عندي 242 و 32 و 26 و 15، وفي 49 و 58 و 57. انا هديله ان شاء الله، انا بفضل 49، هديله 49. هندوس اوكي. بصوا يا جماعة، هنفترض ان ده السوفت اللي على الفلاش، هنضغط اوكي. اوكي جات لنا الرسالة دي، هندوس نعم. نعم اللي هو السام، يعني السام ده بيخليها لا، ونعم نخليها على نعم، وندوس اوكي تاني، ندوس اوكي. هو كده بيحمل السوفت معانا اهو. هو اهم حاجة ما تفصلش الكهرباء عنه وهو بياخد السوفت، عشان الفلاش بتاعت الجهاز كده. تمام، خد السوفت، العملية بسيطة جدا. نشوف، انا مش هفصل الفيديو معاكم واحدة واحدة، ماشي.
انا طبعا وعايز ملف قنوات، لسه هديله ملف قنوات. انا جايب مجموعة رسيفرات زي ما قلت لكم، فبوريكم بس الشرح. نشوف بقى السوفت، معلومات الرسيفر. السوفت 249 ماشي، عملية سهلة جدا وبسيطة. المشكلة في واحد هيقول لي طب فين الخيارات التانية دي اللي هي بتبقى آخر واحدة بالإنجليزي دي؟ يا سيدي ما نديله ملف قنوات جديد هينزل معانا، خليك معايا برضه. هنشوف، هندخل على الفلاشة تاني، هندخل على الفلاشة ونشوف ملف القنوات. اهو انا حاطه هنا اهو، هندوس عليه اوكي. نفس السوفت بالظبط، اوكي نعم، نضغط اوكي ماشي كده تمام، اشتغل معانا تمام. نشوف بقى المنيو اهو جاي معانا اهو تحت. استنوا بس اوريكم. هندوس منيو، خيار واضح اهو. ده طبعا فيه اللي هو ازاي توصل فلاشة الواي فاي، انا شرحه قبل كده، والبتاع السيرفر بتاعه الخاص بالجهاز، كل حاجة، تطبيقات الشبكة، كل حاجة موجودة في الخيار ده الموجود الأخير ده. زي ما شفنا الفيديو، يا رب يعجبكم. أهم شيء الفلاشة وعليها السوفت وملف القنوات، كل اللي هنعمله هندخل على الفلاشة من الرسيفر وهنضغط على السوفت وبعدين نعم وبعدين اوكي ونستنى لما ياخد السوفت. اهم حاجة تاني ما تفصلش الكهرباء اثناء ما الرسيفر بياخد السوفت ماشي. وملف القنوات زي السوفت بالظبط، يعني بتديله نفس النظام، بتدوس على ملف القنوات بتشوف انت حاطه فين على الفلاشة وبتدوس عليه ورسالة بتجيلك ونعم واوكي وبياخد الملف. ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله اشرح لكم ازاي نشوف العلبة ديت ومكوناتها وازاي نركب الرسيفر مع بعض. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بكل جديد في القناة GRM تيوب.